مباراه الاهلي والاسماعيلي 2006 كانت في ملاعب النشيمة مدينه نصر وانتهت بفوز الاهلي 3-2. اقول لحضراتكم برضو اللي احرز اهداف النادي الاهلي لاعب مازن احمد الهدف الاول، وعمر سيد معوض وهشام مصطفى. عايز اقف عند عمر سيد معوض، ما شاء الله اللي بيؤدي موسم قوي مع 2006، مكسب كبير للنادي الاهلي، بنتوقع له ان شاء الله في المستقبل يكون موجود في الفريق الاول، بنتمنى له هو وزملائه كل التوفيق. شفنا 2006، نروح نشوف لقاءات بقى، لقاءات ما بعد مباراه 2006 وفوز الاهلي بثلاثيه على الاسماعيلي، لقاءات ما بعد المباراه. طيب لما اللقاءات تجهز نروح نشوف اهداف 2001. 2001 المباراه اللي عملنا لها استوديو تحليلي هنا على الهوا، كانت احرز اهداف النادي الاهلي محمد فخري وزياد طاهر. نشوف الاهداف مره ثانيه. دي المباراة اللي ذيعناها هنا على قناة الأهلي، أحرز فيها محمد فخري وزياد طارق. بالمناسبة محمد فخري وزياد طارق أيضا النهاردة شاركوا في مباراة الأهلي أمام المرج اللي فاز فيها النادي الأهلي بثنائية النهاردة، كان موجود محمد فخري وزياد طارق واثنين أيضا من العناصر المهمة، ما شاء الله أدوا أداء رائع في هذه المباراة.